من 6 شهور جالي انفايت على الفيسبوك على جروب اسمه اسبريسو كلاب ايجيبت. وقت ما اشتركت في الجروب ده كان فيه 24,000 مشترك كلهم بيجمعهم حاجة واحدة هي حب القهوة. النهاردة وبعد 6 شهور الجروب بقى فيه 107,000 مشترك، أكبر جروب في مصر ويمكن في الوطن العربي لأعضاء كل اللي بيجمعهم حاجة واحدة هي حب القهوة. معظم أعضاء الجروب عندهم الخبرة الكافية في اختيار نوع البن، طرق التحضير، واختيار الماكينات اللي بتستخدم في تحضير القهوة في البيت، ولكن لسه في نسبة كبيرة من الأعضاء بتوع الجروب ما عندهمش الخبرة دي. لسه في ناس بتكتشف عالم القهوة جديد، لسه في ناس بتكتشف حبها أو شغفها بالقهوة، وعشان كده جات الفكرة بتاعت الفيديو ده. النهاردة هنتكلم بسرعة عن شوية أساسيات للقهوة، لو أنت لسه حد بتبدأ جديد في عالم القهوة الفيديو ده هيكون مفيد ليك. الأساسيات اللي هنتكلم عليها النهاردة هي أنواع البن المختلفة، درجات التحميص، النكهة اللي ممكن نحس بيها في البن بتاعنا، وطرق التحضير المختلفة اللي ممكن تخلينا نستمتع بكوباية قهوة ظريفة. أشهر نوعين بن بيتزرعوا في العالم هما الأرابيكا نسبة للجزيرة العربية والروباستا. في نوعين تانيين بيتزرعوا بس مش مشهورين قوي زي الأرابيكا والروباستا. حبوب البن الأرابيكا بتتميز أكتر بطعم ناعم وغني، على عكس الروباستا اللي ممكن يكون طعمها حاد وفيه مرارة شوية، ولكن الروباستا بيكون تقريبا فيها ضعف كمية الكافيين اللي موجودة في الأرابيكا، عشان كده انت لو بتفضل الكافيين هتميل أكتر ناحية الروباستا، لو بتحب طعم غني أكتر يبقى هتميل ناحية الأرابيكا. البن الأرابيكا بيكون دايما أغلى من الروباستا، وده راجع لأن ظروف زراعته أصعب ولأنه بيحتاج مية أكتر، والمزارع بتاعته مش بتطلع نفس كمية البن زي الروباستا. لو بنتكلم عن الجودة فالمشهور عالميا ان الارابيكا هو الاعلى جودة، ولكن مش معنى كده ان الروباستا جودته وحشة او جودته قليلة. كتير من الكافيهات والماركات ومتاجر البن العالمية بتستعمل مزيج من الاثنين، 100% ارابيكا او 80% ارابيكا او 20% روباستا او 60 و40 او حتى 50 و50، وده علشان ناخد المميزات بتاع كل نوع بن منهم، يبقى عندنا قهوة طعمها غني وفي نفس الوقت فيها كمية كافيين مقبولة. سواء أرابيكا أو روباستا كل أنواع البن لازم تتحمص قبل الاستخدام، وفي 3 درجات مشهورة للتحميص، يا إما بن فاتح يا متوسط يا غامق، في أنواع تانية بينهم ولكن دول الأنواع الأساسية. درجة التحميص بتفرق أساسا في النكهة بتاعت القهوة، ولكن كمان ممكن تفرق في كمية الكافيين اللي موجودة، درجة الحمضية أو المرارة بتاعت القهوة، وكمان في القوام أو الكثافة بتاعت القهوة. البن الفاتح بيكون الحمضية بتاعته أعلى والنكهات بتاعته بتكون أوضح من البن اللي متحمص أكتر، كمان البن الفاتح بيكون نسبة الكافيين بتاعته أعلى على عكس ما هو متعارف عليه. كل ما يكون البن متحمص أكتر كل ما يكون المرارة بتاعته أعلى والنكهات بتاعته ما بتكونش واضحة قوي والكافيين بتاعه بيكون نسبته أقل. الكثافة بتاعت البن كل ما يكون متحمص أكتر بتكون أعلى، يعني تلاقي القوام بتاع فنجان القهوة بتاعك قوامه أكتر أو قوامه أغنى، وده راجع لأن التحميص كل ما يزيد كل ما الزيوت بتاعت البن بتخرج أكتر على سطح الحبة بتاعت البن، وده بيخلي الزيوت دي تدي كثافة أكتر لفنجان القهوة. كتير قوي ممكن تقرأ على الإنترنت عن حاجة اسمها إيحاءات القهوة أو الكوفي نوتس، ممكن حتى وانت بتشتري القهوة بتاعتك تلاقي الكيس بتاع القهوة نفسه مكتوب عليه إن القهوة دي فيها إيحاءات من الشوكولاتة مثلا أو الليمون أو الفواكه البرية زي التوت أو المشمش، كل الحاجات دي اسمها الإيحاءات بتاعت القهوة. والنصيحة في موضوع الإيحاءات ده، لو انت مش حد مهووس بالقهوة مش هتفرق معاك خالص في حاجة، بالعكس كتير قوي من الناس اللي بتبدأ تشرب قهوة لو لقيت الإيحاءات دي ممكن جدا ما تحبهاش وممكن جدا تكره القهوة كلها. القهوة في الأول في الآخر هي تجربة، هتجرب أنواع كتير لحد ما توصل للنوع اللي انت بتحبه أو طعمه بيعجبك وهتثبت عليه، أو ممكن يبقوا أكتر من نوع. فنصيحة، بلاش ان احنا نفكر قوي في موضوع الإيحاءات ده أو ندور عليها، خصوصا لو احنا حد بيبدأ لسه يشرب قهوة جديد. من الحاجات المهمة قوي في القهوة درجة طحن البن،
وعندنا 3 درجات مشهورة قوي، هو البن الخشن، البن المتوسط، والبن الناعم. مفيش درجة منهم نقدر نقول ان هي دي الدرجة الصح، لا، في درجة صح مع طريقة تحضير بن معينة. بمعنى ان انت لو بتحضر البن مع اسبريسو ماشين مش هينفع تستخدم درجة بن خشنة، لازم البن يكون ناعم. لو انت بتعمل مثلا البن بالفرنش بريس لازم البن يكون خشن، لو جربت ان انت تعمله ببن ناعم مش هيطلع حلو، وهكذا. في فيديو تاني هنشرح الفروقات دي بالتفصيل، ولكن النهاردة بندي معلومة مبسطة عن موضوع درجات طحن البن. لو انت بقى دخلت جديد على جروب من جروبس الفيسبوك اللي بتتكلم عن القهوة، او بتروح الكافيه وبتشرب نوع بن من انواع العالمية، ونفسك تجرب الحاجات اللي انت بتسمع او بتقرأ عنها دي، وعايز تعملها في البيت ولكن مش بتكلفة كبيرة، هقول لكم دلوقتي على نوعين او طريقتين ممكن نحضر بيهم البن بطريقة سهلة في البيت، وفي نفس الوقت هيكون طعمها زي القهوة اللي بنشربها من بره. اول طريقة هنتكلم عنها هي الفلترد كوفي، وهي ببساطة تحضير القهوة عن طريق فلتر، ممكن يكون فلتر ورق او فلتر قماش، الاشهر بيكون فلتر الورق. والفلترز دي موجودة وبتتباع في محلات القهوة كتير في مصر، مش صعب قوي ان احنا نحصل عليها. ميزة الطريقة دي كمان ان البن بتاعنا ممكن يكون خشن، مش لازم يكون ناعم ودرجة واحدة زي اللي بنحتاج نستعمله في ماكينات الاسبريسو، وده بيخلينا نقدر ان احنا نحضر البن او نطحن البن بتاعنا فريش في البيت باستخدام المطحنة العادية بتاعت التوابل. الطريقة دي من الطرق السهلة قوي، وناس كتير قوي بتستعملها، ومش بتحتاج خالص ان هي تشتري ماكينات باسعار غالية بعد كده. الطريقة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي الفرنش بريس، والفرنش بريس أداة عاملة زي المج، ممكن تشتريها من أول 100 جنيه وهتحصل منها على فنجان قهوة مميز. ببساطة هتحط معلقة أو معلقتين من البن وتضيف عليهم المية السخنة، هتستنى 4 دقايق وبعدين تكبس المكبس بتاع الفرنش بريس وتصب فنجان القهوة بتاعك. ميزة الفرنش بريس إن برضو ممكن درجة البن تكون خشنة، ممكن تطحن البن في المطحنة العادية بتاعت البيت، وهتديك نتيجة كويسة قوي مع الفرنش بريس. الفرق الأساسي بين الفلترد كوفي وبين الفرنش بريس إن الفلترد كوفي ممكن يكون القوام بتاعه أخف شوية من الفرنش بريس، وده راجع لأن الفلترد كوفي بيفلتر كمان الزيوت اللي موجودة في البن، على عكس الفرنش بريس اللي بيخلي البن يحتفظ بالزيوت بتاعته، وبالتالي الفنجان بتاع القهوة بتاعنا بيكون القوام بتاعه أدخن أو أغنى. دي كانت مقدمة سريعة عن أساسيات القهوة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو بتتفرجوا على اليوتيوب ياريت تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة.